في كل العالم تخزن المعلومات في كمبيوترات فائقة السرعة ببنوك المعلومات، ولكن مثل بنوك المعلومات هذه تحتاج لي صيانة دورية وتكون عرضة للتلف المستمر، كما أن السعة التخزينية بها ضئيلة مقارنة بالحجم الكبير لها. لكن العلماء بمعهد ETH بزيورخ بصدد اكتشاف طريقة مجدية لحفظ المعلومات وإعادة استخدامها باستخدام الحمض النووي داء أيه. تستخدم هذه التقنية تتابعات الحمض النووي كبديل للأرقام والحروف في بنوك المعلومات، عادة لاستخلاص الحمض النووي داء أيه. يتم تكسير المواد الأحفورية مثل العظام، ثم يتم استخلاص الحمض النووي بها ليتم معرفة التتابعات النووية بها، وبالتالي يتم التعرف على بعض الصفات الوراثية أو الخصائص المورفولوجية للكائن تحت الدراسة. وبالاستفادة من طريقة تخزين المعلومات في الحمض النووي، يقوم العلماء ببناء نموذج من الشبكات الدقيقة. يتم تخزين تتابعات الحمض النووي بهذه الشبكيات، وباستخدام محاليل الفلوريد يمكن بسهولة فصل الحمض النووي وإعادة فك الشفرات واستخلاص المعلومات المحفوظة فيه. الباحثون في المعهد يقولون أن حفظ المعلومات بهذه الطريقة يمثل طفرة لطرق حفظ المعلومات في المستقبل للأجيال القادمة. If you, for example, think of a tablespoon filled with فقط ملعقة واحدة من الحمض النووي تحمل كل المعلومات الموجودة في الفيسبوك وويكيبيديا وتويتر. وتبقى المشكلة الوحيدة أمام هذه التقنية هو التكلفة الباهظة لتصنيع الحمض النووي في المعمل. مع تحيات علي غريب في الترجمة للعربية.